شارك سعادة السيد علي عبد الله العرادي عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى في ندوة المجموعة الخاصة بالبحر المتوسط والشرق الأوسط التي ينظمها المجلس البرلماني بحلف الناتو والمنعقدة في العاصمة الإيطالية روما. هذا وقد أكد العرادي خلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة حرص السلطة التشريعية في مملكة البحرين على المشاركة في مختلف المحافل الدولية التي تناقش مختلف القضايا الحيوية والتي تهم منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما نعلم بأن تطورات الأوضاع في المنطقة تتطلب دائما بناء شراكات دولية من خلال تحقيق أقصى مستويات التعاون والتنسيق بين الدول وتوحيد الجهود وتبني المبادرات المشتركة للمجتمع الدولي. والسلطة التشريعية في مملكة البحرين حريصة على أن يكون لها حضور في المحافل الدولية، خاصة التي تناقش قضايا حيوية ومحورية لها علاقة مباشرة بمنظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية. الندوة تطرقت إلى مواضيع مهمة مثل أمن الطاقة والهجرة والتغيير المناخي والأمن الغذائي وغيرها من المواضيع التي شارك فيها أكثر من 100 مشرع وخبير وسياسي ومسؤول دولي. الندوة كذلك تناولت، وأعتقد هذا هو الشق الهام، تناولت دور مجلس التعاون لدول الخليج العربية، هذا الدور المحوري في النظام العالمي وعلاقات دول الخليج العربية المتطورة مع المجتمع اليورو أطلسي والقوى الجديدة، إلى جانب طبعا الآثار الجيوسياسية للنزاعات في المنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.